ذلك جاء الإسلام في جملة ما جاء به من المقاصد والقواعد أن نهى المسلمين أن يتشبهوا بالكافرين، ذلك لأن التشبه هو مدعاة لإضاعة شخصية الأمة ولتمييعها في شخصية أمة أخرى. فطالما جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثرة بعبارات متنوعة شتى كلها تؤدي إلى حقيقة واحدة، ألا وهي حافظوا على شخصيتكم المسلمة ولا تقلدوا الكفار في شيء من تقاليدهم ومن عاداتهم. لست أريد الخوض بشيء من تفصيل في هذا كأصل من تلك الأصول التي ألمحت إليها أنفا، فقد كنت تحدثت بشيء من التفصيل عن ذلك في كتابي حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة.